منذ آلاف السنين، والفخار بشتى أشكاله واستخداماته هو أحد أهم أعمدة التراث الثقافي والحرفي في المغرب، وقد تم تطوير تقنياته وتصاميمه على مر العصور، حيث تطورت تقنية صناعة الفخار في المغرب، واستخدم التشكيل اليدوي والطبع والنقش والتلوين لإضفاء الجمال والتفرد على القطع، وتأثرت التصاميم بالعديد من الثقافات والتقاليد المختلفة التي تعايشت في المغرب على مر التاريخ، مثل العربية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية. وقد اشتهرت مدن فاس وأسفي وسلا بصناعة الفخار وحفاظها على هذا الموروث الثقافي والحرفي الثري، وتناقلته الأجيال من جيل إلى جيل. وقد ازدهرت هذه الحرفة هناك لتوافر التربة الطينية المميزة والغنية والمشهود لها عالميا بالصلابة. ورغم أن فناني حرفة الفخار المغربية يخشون تعرض حرفتهم للموت البطيء، فإن أحد مواطن صناعة الفخار وهو مدينة سلا المغربية قد شهد مؤخرا معرضا يحتوي على المزهريات الفخارية غير المطلية والطاجين والأطباق والأكواب المزخرفة، فأصحاب الحرفة يكافحون من أجل بقائها وقدرتها على التنافس مع المنتجات الصينية الأرخص ثمنا. دابا الشين ودابا ودخلت دار البلاستيك ديال الغرس، تيقول لك هالمحوقة شحال كدير؟ كدير انت كتقول 50 درهم ديال 50، وكيقول كاين غير 20 درهم ديال البلاستيك، وفين غنعطيو راسنا حنايا؟ ما كاينش فين غتمشي. هذه البلاستيك هذه غير ديال الغرس، وما التبصيل والطاجين والمسائل الاخرين ديال المستعمل ديال الكوزينه كلهم كيفضلوا يجيبوها من الصين، وعلى لان داكشي علاش هما هادشي غينقرض. كنجيو ثاني هي وكنبقاو بلاصتنا اللي ما كاينش معاونه. صناعه الفخار التي تمر بعده مراحل شاقه وتتطلب وقتا ومجهودا وخبره، يامل اصحابها ان تنال دعما اكبر لاحيائها كي تبقى هذه الحرفة التقليدية على قيد الحياة.